ما اعرف مين اللي كانوا بيكلموكي، لازم كانوا بيقولوا لك على اللي حصل. انا احكي لك على كل حاجه بعد ما خلصت مذاكره مع علي. ركبت الاسانسير عشان انزل، ركبت معايا هي مين؟ الشغاله بتاعتهم سعاد. الاسانسير كان فاضي، بصت لي وضحكت، قربت مني، اتشعبطت فيا وبست. ادي اللي حصل. انت كبرت للدرجه دي؟